نكمل ال هالوهايدرين فروم أكينز. الهالوهايدرين فروم أكين يعني شو راح نحضر؟ نحضر الهالوهايدرين من الألكينات عن طريق addition of HOX. راح نحضر هالوهايدرين من الألكين، تمام؟ هسه احنا بدنا نعرف تفاعلات الألكينات، يعني الألكينات شنو تتفاعل حتى تعطينا شنو. The reaction of the alkene with the hybolose acid اللي هي HOCl أو HOBr واحد اثنين الهالو الكهول called B الهالوهايدرين. يعني راح تتفاعل الألكينات ويا الهايبوهالوز أسيد اللي هو يا أما HOCl أو HOBr حتى شنو تعطينا؟ تعطينا واحد اثنين الهالو الكحول، أو إنه تعطينا بأنه مركب اسمه الهالوهايدرين، تمام؟ الهالوهايدرين فورميشن، شنو راح يتكون الهالوهايدرين؟ doesn't take place by direct reaction of alkene with the HOBr or HOCl. However, يعني مستحيل إنه راح يتكون الهالوهايدرين. ما راح يتكون الهالوهايدرين يعني لا يحدث تكوين الهالوهايدرين عن طريق التفاعل المباشر مع الألكين ويا HOBr أو HOCl، ما يحدث. لكن بدلا عن ذلك the addition is done indirectly by reaction of the alkene with the either bromine or chlorine into the presence of the water. طبعا انه يتتم اضافة بشكل غير مباشر عن طريق تفاعل الالكين ويا اما جزيئة البروم او الكلور، طبعا بوجود الماء. هذا التفاعل اللي قدامكم اللي هو هذا الالكين ذروتين كربون واسره مزدوجه الاتش اكس اللي هو يا اما بي ار 2 يا اما سي ال 2 وبوجود المي. طبعا انه اضافه وحده من ذرات الكلور او البروم على هاي الكربون الثانيه واضافه ذرات الهيدروكسيد على الذره الاولى، هذا اللي تشوفوها، وتكون لنا ايضا الاتش Br أو ال HCl. هذا التفاعل، تفاعل التفاعل الهالوهايدرين. هذا التفاعل الهالوهايدرين راح يتكون من الألكين، طبعا إنه تتكون من الألكين بإضافة ذرة البروم أو الكلور بوجود الماء، وهذا التفاعل ما راح يحدث بشكل مباشر، لا يحدث بوجود الماء وأيضا عن طريق وجود ذرة البروم والكلور. أول إنه ذرة البروم والكلور تنضاف على الكربون الثانية والكربون الأولى تنضاف لها ال HO، وأيضا راح يكون لنا مركب ال HX اللي هو أما HBr أو HCl. هنا أنا بهذا البارت الشارح لك reaction of the alkene with the Br2 يعني تفاعل الألكين ويا ذرة البروم. شو راح ينطينا؟ راح ينطينا البرومونيوم أيون intermediate، راح ينطينا هذا الوسيط اللي هو البرومونيوم الوسيط، أيون البرومونيوم الوسيط as previously discussed يعني قبلها شرحنا بداية المحاضرة. هاي ذرات الألكين، الألكين اللي هي ذرتين كربون HCl، إنه هاي ذرة الألكين راح إنه تتفاعل ويا Br2 راح شنو تعطينا؟ إنه راح يكون برومونيوم أيون. هاي برومونيوم أيون، هاي البرومونيوم أيون بهذا الشكل راح يكون، راح يكون وسيط. بعدين البرومونيوم أيون الواتر acted as the nucleophile، الماء راح يعمل ككائن محبب للنواة using alone pair of electrons، راح يستخدم يعني يستخدم زوجة واحدة من الالكترونات to open the برومونيوم أيون ring and form a bond to carbon. طبعا راح يعمل المي ككائن محبب للنواة، راح يستخدم زوج وحيد من الالكترونات لفتح حلقة الايون البرومونيوم وتشكيل رابطة مع الكربون. الاكسجين donated its electron into this step it now has a positive charge. المي راح شنو راح يعمل لنا على فتح البرومونيوم ايون لانه يعمل يعني يكون نيوكليوفيل، فيعمل على فتح البرومونيوم أيون
هذا عندنا البرومونيوم أيون راح يفتحه يكون على الكربون الأولى، والكربون الثاني راح يعطينا المي. تمام. بعدين بالخطوة الثالثة اللي هو loses of proton، فقدان البروتون from oxygen، فقدان البروتون من الأكسجين، give the H3O موجب add in neutral bromohydrin addition producted. فقدان هذا ال H راح شنو راح ينطينا، راح ينطينا هذا المركب اللي هي البروم والاو اتش على هاي الجهة اللي هو 3 برومو، لأن إذا بدينا من هاي هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة، ف 3 برومو 2 بيوتانول، لأنه على الذرة الثانية هو الاو اتش فصارت بيوتانول أو البرومو هايدرين، 3 برومو 2 بيوتانول. نكمل الهايدريشن اوف الكين، احنا اخذنا الهالوجينيشن يعني اضافة ذرة الهالوجين، هسه نجي ناخذ الهايدريشن. الهايدريشن مات الالكين شلون راح يحدث الهايدريشن مات الالكين؟ الهايدريشن اوف الالكين اديشنال اوف ال H2O باي الاوكسي ميوكريشنز. تمام. اضافة بالهايدريشن اوف الالكين اللي هي اضافة جزيئة مي. تمام. اضافة جزيئة المي عن طريق الاكسدة والزئبق. تمام. اوكسيميوكريشنز الاكسدة والزئبق هنا اللي هو الواحد مثل سايكلوبنتين وهذا الكين حلقة تكون حلقة خماسية البنتين وعليها الميثان، وواحد مثيل العفو واحد مثيل السايكلوبنتين بوجود الأوكسي ميوكريشنز يعني بوجود الأكسدة والزئبق. شو راح يسوي لنا؟ راح يكون لنا هذا المركب الوسطي. أول شيء إضافة الأكسيميكريشنز اللي هو HGLOAC2. تمام. واحدة من عندهن راح نضيفها راح تفتح لنا الحلقة. من تفتح لنا الحلقة تكسر لنا هاي الآصرة، أو العفو تكسر لنا هاي الآصرة، فش كون راح تكون لنا هذا الضلع اللي هو 2-4 هذا الرابع وهذا الخامس، بس انه المثل تفتحه وهنا تجي ال HGLOAC موجب. ايش كونت لنا الميوكرينيوم ايون. الميوكرينيوم ايون بس تحفظون الستراكشر مالته، هذا شنو ميوكرينيوم ايون؟ الميوكرينيوم ايون باضافه المي، من راح نضيف المي هذا الميوكرينيوم ايون راح انه ال OH راح تنضاف لها الجهة، من كرونيوم ايون يجي لهاي الجهة، فش راح كونتنا الأورغانو ميوكريك كمباوند. أورغانو ميوكريك كمباوند يعني هو نفسها الواحد مثل سايكلوبنتين، فبس ضفنا له الميوكريك كمباوند هذا الزئبق HGOAC و OH. تمام. بالخطوة الثالثة شو نضيف؟ نضيف ال NABH4 ABH4، فايش راح يكون؟ راح تكون لنا هذا ال H وحده من عندهن راح تجي هنا. تمام. وحده من عندهن راح تجي هنا مكان ال AG او ال AC، والثلاثه الباقيات يتفاعلن ويا ال AGOAC. تمام. راح تكون واحد المثل السايكلوبنتانول. الميكانيزم اوف رياكشن هسه راح اقول لكم شنو الميكانيزم اوف رياكشن مالتها. الميكانيزم اوف رياكشن مالت اضافه الهايدريشن اللي هي عمليه الترطيب مالت الالكين اللي هي الميكانيزم اوف الاوكسي ميوكريشن اوف الكين هي حتى تنتج لنا الكحول. شنو هي الميكانيزم او شنو هي الاليه اللي يصير بها
أكسدة الزئبق للألكين حتى تنتجن الكحول. أول شيء الكتروفيليك الأديشن أوف الأي جي موجب give the ميوكرينيوم أيون، يعني إضافة الأي جي موجب شو راح يعطينا؟ راح يعطينا ميوكرينيوم أيون. بهاي الخطوة أرجع أعيدها لكم حتى ما تخربطون. أول خطوة أو شنو هي الآلية اللي يصير بها الأوكسيميوكريشن للألكين حتى ينطينا كحول؟ أول شيء أنه إضافة الأي جي موجب اللي هو الزئبق، هذا من ضفناه إلى الألكين اللي هو واحد مثل ساكروبنتي راح ينطينا ميوكرينيوم أيون، بس مجرد راح يفتح لنا الحلقة راح ينطينا ميوكرينيوم أيون. هذا بعدين الميوكرينيوم أيون reacted with the water and the halohydrin formation، بعدين راح يتفاعل هذا الميوكرينيوم أيون ويا جزيئة مي. من راح يتفاعل ويا جزيئة مي؟ من راح يتفاعل ويا جزيئة مي راح يكون لنا الأورجانو ميوكرا كومباوند اللي هو halohydrin، تمام، اللي هو الكحول هذا ال OH. الميوكرينيوم أيون يجي هنا وال OH تصعد فوق راح يكون أورجانو ميوكريك. Losses of proton give the organo muric producted. The organo muric producted reaction with the NaBH4 راح إنه تتفاعل ويا هذا المركب اللي هي NaBH4. هذا الأورجانو ميوكريك كومباوند مين يتفاعل ويا هذا المركب؟ remove the muric راح يزيل لنا شنو؟ الزئبق. هذا الميوك راح يطلع الميوكر تجي مكانه H، تمام. The product of reaction is more high substituted الكحول، طبعا انه التفاعل الناتج التفاعل هو الكحول يكون اكثر استبدالا. corresponding of الماركوفينكوف ريغوكيمستري هو اللي يتوافق مع الكيمياء الحيوية لماركو فينكوف، تمام. هاي عملية الهايدريشن اللي هي عملية إضافة جزيئة الماء بواسطة الأوكسيميوكريشنز. عندنا الكين راح نضيف له الزئبق، هذا أيون الزئبق راح من نضيفه راح يكون ميوكرينيوم أيون. هذا الميوكرينيوم أيون من نضيف له جزيئة ماء راح يكون لنا أورجانو ميوكريك كومباوند. هذا الأورجانو ميوكريك كومباوند بوجود ال NaBH4 راح يتم إزالة الزئبق اللي هو ال HG، راح يتم إزالة هذا الزئبق الميكري وتيجي مكان ذرة هيدروجين حتى يكون لنا شنو؟ راح يكون لنا الكحول اللي هو واحد مثل السايكلوبنتانول. الهايدريشن اوف الالكين، ناخذ نوع ثاني من الهايدريشن اوف ذا الكين اللي هو اديشن اوف اضافه جزيئه ماء. ووتر ادد تو الكين اتوياد الكحول، طبعا اضافه الماء للالكين شنو الناتج؟ ينتج لنا كحول. هي بشكل اساسي اضافه الماء للالكين راح ينتج لنا كحول. A process called بالهايدريشن، هاي العملية نسميها شنو؟ نسميها بالترطيب أو الهايدريشن، هي إضافة جزيئة الماء إلى الألكين حتى ينتج لنا كحول. The reaction take place on treatment of الألكين with the water and the citric acid catalyst. التفاعل راح يتضمن معالجة الألكين أو معالجة الألكين بالماء، وايضا انه عامل مساعد اللي هو حامض قوي مثل عندنا السلفوريك اسيد H2SO4 باي ميكانيزم سيميلر تو HX اديشن، نفس العملية اللي راح نضيف بها HX يتم اضافة الماء الى الالكين حتى يكون لنا كحول بوجود الحامض قوي. البروتونيشن اوف الالكين، عملية البروتونة رابطة الالكين بروتونيشن اوف الكين دبل باوند ياد كاربوكيشن انترميدييتد، يعني عملية نسوي بروتونيشن للالكين او انه الأصل المزدوجة مات الالكين راح يعطينا الكاربوكيشن انترميدييتد which reacted with the water، واللي هذا راح يتفاعل ويا الماء حتى ينتج لنا بروتونيتد الكحول برودكتد.
راح ينتج لنا كربوكاتيون وسيط واللي يتفاعل مع الماء حتى ينتج منتج كحولي بروتيني ال HO ال ROH2 اللي هو هذا ROH2 موجب. بعدين فقدان الهيدروجين from this protonated الكحول give neutral الكحول and regenerated the acid catalyzed. طبعا هذا يتم إزالة فقدان الهيدروجين الأيون من هذا الكحول البروتيني ينطينا الكحول المتعادل ويعيد توليد أو تكوين الحامض السلفرك الأسيد اللي بوجوده اللي هو سرع التفاعل. هذا الإيثيلين بوجود الماء تمام، الإيثيلين بوجود الماء بوجود كاتلايست اللي هو ال H3PO4 درجة حرارة 250 راح يكونه إيثانول. احنا مو عندنا الماء يتكون من OH 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 واحدة من عدن تنضاف لهنا واحدة لهنا راح يكون لنا كحول. هاي تفاعلات تفاعلات الهايدريشن ترطيبات الألكين حتى تكون لنا المي حتى تكون العفو انه تفاعلات الألكين بإضافة المي حتى تكون لنا كحول. هاي التفاعل ينتج طبعا بوجود او عن طريق تحفيز التفاعل بحامض قوي يعتبر كعامل مساعد هذا الحامض القوي، وانه ينتج وايضا عن طريق تكوين بروتينيشن او عن طريق يعني نسوي بروتينيشن لدبل بوند مات الالكين. بعدين يتم ازاله البروتين حتى ينتج لنا شو، ينتج لنا كحول متعادل واعاده توليد العامل المساعد اللي هو الحامض الحامض القوي. هاي الميكانيزم مالته انه الهيدروجين الاتوم اوف الالكتروفيل هيدروجين اتوم مات الالكتروفيل ال H3O موجب is attacked by الباي الكترون from a nucleophile double bond form a new CH هاي اسطرة. This is a leave other carbon atom with the positive charge and vacant p orbital stimulatory two electron from HO bond move onto الأكسجين giving neutral water. يعني يتم استخلاص ذرة الهيدروجين على محب الكهرباء اللي هو H3O موجب بواسطة الإلكترون اللي هو الباي إلكترون اللي تكون من الرابطة المزدوجة مما يؤدي إلى تكوين رابطة الكربون هيدروجين جديدة ويترك ذرة كربون أخرى بشحنة ومدارية شاغرة. وفي الوقت نفسه يتم انتقال الالكترون من الرابطة HO موجب إلى الأكسجين مما يعطينا النيوترال ووتر. الثاني اللي هو طريق التكوين الكربوكيشن، هاي أول واحد تكوين كربوكيشن، ثاني واحد اللي هو النيوتروفيل H2O donated electron pair to the positively charged carbon atom ان النيوكليوفين اللي هو الهيدروجين H2O موجب يتبرع بزوج من الالكترونات ينطينا زوج من الالكترونات. هذا الوتر تشوفوه ينطيه زوج من الالكترونات اللي هي نقطتين، هاي زوج من الالكترونات الى ذرة الكربون تكون مشحونة موجب. هاي ذرة الكربون اللي تكون تحمل شحنة موجب راح يعطيها زوج من الالكترونات راح يكون رابطة ال COO تمام، هاي سي او وهذا الاو، هذا الاو وهاي السي او، هاي كولنا هاي الرابطه and leave a positive charged on oxygen and protonated alcohol additional protected ويترك شحنه موجبه على الاكسجين في منتج اضافي الكحول البروتيني حيكون بروتونيتد الكحول. اول شيء كونه كربوكيشن، ثاني شيء كوننا البروتونيتد الكحول.
ثالث شيء ال water acted as a base to remove the hydrogen. بعدين المية يعتبر كقاعدة لإزالة الهيدروجين. regenerated H3O موجب and yod then in neutral alcohol additional product اللي يعمل المية كقاعدة لإزالة المنتج ال H3O لإزالة الهيدروجين حتى يكون H3O موجب. وإضافة الكحول المتعادل هذا انه تنزال الهيدروجين، ورا ما ينزال الهيدروجين راح يكون لنا 2 ميثيل 2 بروبانول، بروبانول 3 ذرات بروبانول، ايثاميثان بروبان 3 ذرات هي بروبان، واعاده تكوين H3O موجب. هاي شنو هاي عملية ترطيب الألكين عن طريق إضافة ذرة الماء إلى الألكين حتى ينتج لنا الكحول. reaction of alkene طبعا هي المحاضرة كلش معقدة، بس مرور يعني تقروها أكثر من مرة، تسمعوها أكثر من مرة، وتكتبون بإيدكم التفاعلات شدي يصير وشنو مثلا إنه الألكين ضفنا ذرة مي شنو راح ينطينا، سحبنا منه ذرة مي شنو راح ينطينا، هيش تحفظون المركبات، تحفظون التفاعلات أيضا. هسه ناخذ الريدكشن اوف الكين، احنا اخذنا اضافة المي للالكين، اضافة هالوجين للالكين. هسه ناخذ اختزال الالكينات. عملية اختزال الالكينات، الالكين reacted with the هل يعني شو نسميه، نسميها الهايدروجينيشنز. عملية اختزال الالكينات نسميها الهايدروجينيشن. الالكين reacted with the hydrogen into the presence of a metal crystal such as the palladium or platinum حتى ينتج لنا شنو، ينتج لنا corresponding saturated alkan additional product. تتفاعل الالكينات بوجود محفز معدني. طب تمام، تفاعل الالكينات ويا ال H2، الالكين تتفاعل ويا ال H2 طبعا بوجود محفز معدني اللي هو metal catalyst اللي هو عامل مساعد معدني، مثل عندنا البلاديوم او البلاتينيوم، بلاتينيوم او بلاديوم، حتى ينتجنا شنو، ينتجنا منتجات اضافة الالكان المشبعة المقابلة. We describe the result by saying that the double bond has been hydrogenated or reduced. ونصف النتيجة بقول إنه نصف النتيجة بأنه نقول إنه الرابطة المزدوجة تم هدرجتها أو تقليلها، تقليلها أو هدرجتها. الألكين راح يتفاعل ويا ال H2 الهيدروجين. الالكين والهيدروجين طبعا بوجود عامل مساعد يكون معدني مثل بلاديوم او بلاتينيوم حتى ينتجنا، حتى ينتجنا ساتوريتد الكان اديشنال برودكت، حتى ينتجنا الكان يكون مشبع. ويمكن انه نصف هذا التفاعل او نصف العصر المزدوجة انه صار بيها الهيدروجينيتد يعني شبعت، تم هدرجتها او اختزالها. هنا هذا التفاعل انه تو سايكلو الهيكسانون تمام بوجود ال H موجب العامل المساعد اللي هو البلاديوم بالإيثانول. ايش راح يكون؟ راح يكون لنا السايكلو سايكلو هيكسانون، هيكسا سايكلو هيكسانون، هاي الأصلة المزدوجة تم تشبيعها او تم اختزالها. هذا الألكان، الألكان بإضافة الهيدروجين وكتلاستيد اللي هو بلاتينيوم تمام، تشبعت الأصلة لأنه ضفنا الهيدروجين وحدة هنا وهاي وحدة هنا، فماكو أصلة مزدوجة بعد، شبعت تمام. نضيف الدرتين هيدروجين لدبل بوند، وحدة تنضاف هنا وحدة تنضاف هنا، فش راح يصير
ثلاثة هيدروجين، هنا كربون هم ثلاثة هيدروجين. شنو هاي تفاعلات الهيدروجينيشن أو عملية اختزال الألكين؟ اختزال الألكين يعني إضافة لها ذرتين هيدروجين، تمام؟ هاي اختزال الألكين أو تشويع الأسرة المزدوجة. ناخذ مثال على هنا، إنه مثل ثلاثة الفينيل بروبينات، هاي الأسرة المزدوجة يتم تشبيعها، تمام؟ بوجود الهيدروجين وجود بلاتينيوم أيون، بالاديوم أيون اللي تنضاف واحدة من الهيدروجينات هنا واحدة هنا، فراح يتم تشبيعها بعد ماكو أسرة مزدوجة، تمام؟ فراح تكون مثل ثلاثة الفينيل هم تنزلها البروبينيت، راح يكون البروبانونويد. هنا عندنا السايكلو الهكسيل، سايكلو هكسلدين الأسيتون نايتريل، هي هاي الأسرة المزدوجة هم بوجود الهيدروجين، ذرة الهيدروجين وجود البلاتينيوم أيون بالإيثانول، راح يتم اختزالها أو يتم تشبيعها، فما راح بعد ماكو ذرة هيدروجين، العفو ماكو أسرة مزدوجة تم تشبيعها بعد. راح يكون لنا السايكلو هكسيل أسيتون نايتريل. أنتم من تشوفون هذا التفاعل؟ يعني هو عندنا أسرة مزدوجة وعندنا إيش موجب وعندنا بلاتينيوم أيون بالإيثانول، بس المهم تحطون العوامل المساعدة، أنتم خلال تعرفون قبل راح يصير اختزال الأسرة المزدوجة أو يتم تشبيعها. هذا شنو؟ هذا عملية اللي هو التفاعل الثالث من الألكينات، اللي هو reduction of alkene، عملية reduction اختزال الألكينات، اللي هي أيضا نسميها الهيدروجينيشن. هيدروجينيشن أو reduction هي نفسها، هي شو يصير بها؟ عندنا الألكين مو عنده أسرة مزدوجة، راح يتم اختزال هاي الأسرة المزدوجة أو راح يتم تفكيكها عن طريق إضافة ذرتين من الهيدروجين، هيدروجين تنضاف على الذرة الأولى، هيدروجين على الذرة الثانية، فيتم تشبيعها، فماكو بعد أسرة مزدوجة، تنفك الأسرة المزدوجة.